ولينا من القاهرة دكتور محمد الزبيدي المحلل السياسي الليبي. دكتور، أبرز رسائل المسماري كما تابعت في المؤتمر الصحفي الذي جاء منذ قليل. تحياتي لك أخي محمد ولطاقم القناة. هذا المؤتمر الصحفي يأتي استكمال للمؤتمرات الصحفية الدورية التي يعقدها المتحدث باسم الجيش الليبي. وحديث الساعة الآن والحدث الأبرز هو موضوع المواني النفطية وتداعيات المترتبة على ضم المواني النفطية لمؤسسة النفط العاملة في المنطقة الشرقية في بنغازي، والاعتراضات الدولية، الدول التي اعترضت على هذا القرار. الآن القوات المسلحة تتعامل مع هذا الأمر المستجد، فتصريحات السيد المسماري تتعلق كلها بهذا الموضوع، يعني بهذا الإطار. وهناك شائعات تروج الآن أن هناك تحشيد للميليشيات في غرب ليبيا لمحاولة العودة مرة أخرى للمواني النفطية. فالجيش يحاول والقوات المسلحة تحاول من خلال هذه المؤتمرات الصحفية أن تبين للمجتمع الدولي أن الجيش لا يستهدف الاستيلاء على المواني النفطية كغاية في حد ذاتها، إنما هو مع المؤسسة الوطنية ومع الشرعية ومع العقود الدولية التي أبرمتها المؤسسة الوطنية للنفط وما إلى ذلك. طيب، لا أعلم دكتور زبيدي، يعني العربة قبل الحصان أم العكس؟ لكن المسار السياسي هل هو الأهم؟ التسوية بين الفرقاء هل هو الأهم الآن، هذه النقطة المهمة، أم الحديث عن الإرهاب وبراثن الإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية، أم الحديث عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية؟ يعني اللغط في هذا المشهد الليبي، كيف يمكن ترتيب أوراق هذا المشهد طبقا لمعطيات الأمور ولما يحتاجه الشارع الليبي بالأساس؟ حضرتك وضعت الاصبع على الداء بالضبط. يعني هذه الاشكاليه او هذه التدخلات اللي حضرتك تحدثت عنها، هذه يعاني منها المجتمع الليبي، يعاني منها الشارع الليبي فعلا. يعني هي اسئله في غايه الاهميه. هل الانتخابات قبل المصالحة؟ هل المصالحة قبل الانتخابات؟ هل القضاء على الميليشيات؟ المشهد مربك بصراحة في ليبيا للمواطن الليبي، فما بالك للمتتبع أو للمراقب أو للملاحظ لما يجري في ليبيا. إنما باختصار، يعني أنا بالنسبة لي على المستوى الشخصي لا أرى ابدا، رغم اني يوم امس كنت في مؤتمر للحوار الوطني هنا عقد في مدينه القاهره تحت اشراف بعثه الامم المتحده، انما لا تلوح في الافق اي بوادر للحل الا عبر اجتثاث الميليشيات المسلحه الارهابيه بواسطه القوات المسلحه. بعدئذ تاتي كل هذه الاليات، انتخابات، مصالحه وطنيه تحت سلطه مدنيه او تحت سلطه شرعيه. على ذكر خاليه البلد، خاليه من الميليشيات ومن على ذكر حضورك يا دكتور في هذا المؤتمر، المؤتمر الوطني العام يعقد مؤتمرا ايضا صحفيا في تونس، الى اي مدى تستطيع ان تقرا الاهداف من وراء هذا المؤتمر والقدره يا دكتور زبيدي على التاثير في المشهد الليبي؟ هي كثرة المؤتمرات حضرتك أخي محمد مثل كثرة القضايا والتداخلات في ما بينها. المؤتمر الذي عقد في القاهرة يوم أمس هذا امتداد لمجموعة من المؤتمرات التي تشرف عليها الأمم المتحدة عبر منظمة الحوار الإنساني. المؤتمر الذي سيعقد في تونس هذا مؤتمر شكل مجموعة أو يسعى لعقده مجموعة من الليبيين، منظمات مجتمع مدني ومرأة ومجموعة من المتطوعين، من أجل عقد مؤتمر موازي للمؤتمرات التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة. المؤتمر الذي سيعقد في تونس رغم أنه أجل من فبراير إلى مارس إلى إبريل، الآن لا أدري متى سيتم انعقاد هذا المؤتمر. إنما في كل الأحوال هي نوايا طيبة ونوايا إيجابية عند الشباب الذين يشرفون أو يقومون على هذا المؤتمر، لكن الإشكالية هي ما مدى إمكانية تطبيق ما يتم الاتفاق عليه في هذا المؤتمر أو في سواه. من الذي يمكنه إلزام الأطراف المتناحرة المتصارعة على الأرض بأن تلقي سلاحها وبأن تدخل العملية السياسية بأمن وسلام؟ هذا أمر مستبعد. يعني النوايا الحسنة وحدها
لا تقود إلى حل في ليبيا على الإطلاق. فالمجموعة التي تتحرك في تونس أنا أعرفهم على المستوى الشخصي وملم ببنود هذا المشروع الذي يقدمونه، لكنني لست متفائلا وبأن ما يقومون به سيرى النور. أشكرك جزيلا ضيفي من القاهرة الدكتور محمد الزبيدي المحلل السياسي الليبي، أشكرك دكتور على ما تفضلت به.